يسعد صباحك نرمي. صباح الخير هايدي، كيفك لليوم؟ انا كثير منيحه وانت؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحكم مشاهدينا مشاهدي الاخباريه السوريه، اسبوع جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب بيحمل كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. نحن هلا بالعشر الاواخر من شهر رمضان الكريم، شهر الخير والمحبه، فاستغلوا كل يوم فيه قبل ما يخلص، كثروا من ادعيتكم وان شاء الله كل امنياتكم مستجابه. بدي ارجع لعندك يا نرمي. صباح الخير عن جديد هايدي لك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب بداية هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، ومع بداية هذا الأسبوع يا رب يحملكم هيك شغلة إيجابية أو أمنية كنتوا بتتمنوا تصير معكم، ومع الأيام الفضيلة أكيد نتمنى الخير يا عم، والسوريين دائما يكونوا بألف خير. فاصل ومنبدأ صباحنا غير. يعني نرمين تعودنا بمحطاتنا الصباحية أنه يكون في نصيحة طبية مهمة، لهيك مشاهدينا خلونا نتعرف على النصيحة الطبية لهذا اليوم. صباح الخير ورمضان كريم على الجميع، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. اليوم حابب أقدم مجموعة من النصائح الخاصة بعناية بالفم والأسنان بهذا الشهر الفضيل. نصيحتنا لليوم لها علاقة برائحة الفم. النصيحة هي أنه نحن حاول بنهاية فترة السحور العناية الفموية بنرجع لها مرة ثانية، يعني تفريش الأسنان بنهاية فترة السحور واستعمال الفراشة بين السنية. طبعا بنعرف أنه رائحة الفم الكريهة بتجي من تراكم البكتيريا اللي بتتغذى على بقايا الطعام الموجودة بالفم. التفريش الأسنان بنهاية فترة السحور كتير مهم حتى نزيل طبقة اللطاخة الموجودة على الأسنان وبالتالي تقليل من الرائحة الفموية الكريهة، بالإضافة أنه نحن بعد فترة السحور معظمنا بيخلد للنوم، وخلال فترة النوم بينقص كتير إفراز اللعاب اللي هو دوره أساسي كتير كبير مثل ما بيقولوا شطف الفم من البكتيريا والفضلات، فخلال فترة النوم ينقص إفراز اللعاب وبالتالي بتقل آليته بتنظيف الفم. لهيك نحن لازم قبل فترة النوم وخلال نهاية فترة السحور أن نقوم بتفريش الفم لحتى نزيل قدر الإمكان من طبقة اللويحة والبكتيريا الفموية، وتضلوا بصحة وسلامة. هايدي بنعرف كل محافظة لها عادات معينة، والحمصنة عندهم عادة كتير حلوة هي خميس الحلاوة، خلونا نتعرف عليه بالتقرير التالي. خميس الحلاوة تقليد سنوي تنفرد به حمص عن باقي المدن السورية، وهو من الأعياد الشعبية القديمة الذي يتضمن طقوسا وعادات متنوعة. خميس الحلاوة هو أحد أعياد الربيع بسموه بحمص، هو الخميس السادس من الخمسانات السبعة الموجودة بالمدينة. بحمص سموه خميس الحلاوي، وعملوا الحلاوي شغلة خاصة بحمص المتفردة بالمدينة، هي الحلاوات انه الناس وقت الخميس يحتفلوا فيه، يطالعوا ياخذوا الحلاوات على الجبانات او على التراب يوزعوا للفقراء، وبنفس الوقت هلا بالوقت الحاضر يعني قلصت شوي بس ضلوا الحماصنة يجيبوا على البيت خميس الحلاوي، يشتروا الحلاوي ويفرحوا الأولاد فيها. إعداد أصناف الحلاوة الحمصية يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، ولعل أشهرها الخبزية بلونيها الأحمر والأبيض، والتي تكون على أشكال هرمية تزدان بها واجهات المحلات، وتوجد أنواع أخرى كبلاط جهنم والتي تعرف حاليا بالغريبة، إضافة إلى السمسمية والبشمينة وغيرها. خميس الحلاوي عبارة عن تراث، يعني عبر السنين عم مر علينا ونحن لازم نحيي هالتراث هذا ولو بشيء قليل يعني. طبعا هاي السنة الحمد لله دخل شهر رمضان ودخل خميس الحلاوي، يعني تواجهوا مع بعضهم. كمان العالم اليوم في عنا في غلا اليوم بالأسعار، العالم عم تأمن الحاجيات الأساسية، مثلا اليوم عندنا فطور وسحور، وفي شيء ثاني هو خميس الحلاوي هذا الشيء اللي العالم ما بتنساه. يعني خميس الحلاوة عندنا مثلا الشيء الأساسي هو مثلا الخبزية، الحلاوة الخبزية، وعندنا الحلاوة الغريبة بيقولوا لها بلاط جهنم، سميد وسكر وملونات صحية،
هلا اختصر صنف صنفين بسبب الاوضاع المعيشيه هلا اللي صارت. كان اول واحد يجي يعبي كل شيء، كان في رخص وكل شيء، هلا اختصرت على نوع او نوعين فقط وبسبب الظروف المعيشيه يعني. بس منيح انه مستمر. كنا ناخذ 20 25 كيلو يعني، نوزع للاقرباء للاصدقاء للجيران. هلا على الغلا ما فينا نشتري والله اكثر من يعني نص كيلو أو كيلو. والله من قريبه بس كل الأنواع، بس الكمية قليلة يعني، كمية قليلة بس كل الأنواع، ما بحرم حالي منها يعني، أني بحب الحلو. ارتفاع أسعار الحلاوة هذا العام حد من شراء جميع أصنافها، إلا أنها تبقى جزءا من تراث حمص وهويتها، فلا بد من فرح بنكهة الحلاوة كما يقول أهالي حمص. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من محافظة حمص. وبأولى محطتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي عن الدراما التلفزيونية يلي باختلاف أنواعها ومضامينها عم يكون في إلها تأثير مباشر وغير مباشر على كل الفئات العمرية، إن كان بأفكارهم نمط حياتهم وسلوكياتهم اليومية. واليوم نرمين، بما أنه نحن بشهر رمضان، بتلاحظي في كم هائل من المسلسلات والبرامج يلي عم تنعرض. يمكن كل حدا فينا عم بيتابع أكثر من مسلسل، وكل مسلسل عم يترك فينا أثر وانطباع كتير كبير بأي شكل من الأشكال. فيعني نرمين، بضمن عشقة هاي المسلسلات، شو أكثر مسلسل عم تتابع؟ هلا أنا عم تابع كذا مسلسل إذا بدك تقولي. فنحن يعني، وخصوصا هلا بطبيعة عملنا، فبصير عندك فضول تسمعي ناس عم تحكي عن مسلسل معين. ف يعني حتى من الدراما السورية المصرية ومن مختلف أنواع الدراما، شو تصير مثل ما عم تحكي هيدي، شفنا كثير من الأشخاص عم يتأثروا بالدراما، والأكثر تأثرهم هم الشباب واليافعين. أكيد. يعني صرنا عم نشوف كيف عم يطبقوا مثلا الشوارب. صحيح. إذا في مثلا لوك معين، ستايل معين، كيف مثلا حتى كلمات الحكي، المشي، الحركات كلياتها. بنحكي اكثر عن تاثير الدراما وبشكل اخص على الشباب واليافعين. واكيد بيسعدنا نرحب بالاستاذه عباده دعدوش، وهو الباحث في تنميه وتطوير مهارات الشباب. رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. رمضان كريم، يسعد صباحك. صباحكم اهلا وسهلا. بدايه يعني خلينا نرجع شوي لايام زمان. المسلسلات اللي كانت تنعرض كانت تترك فينا اثر، كان كل رساله تطلع فيها تترك فينا انطباع. اليوم نحن بنشوف انه لا، صرنا اكثر وعي، صار في عنا ثقافه اكثر، صرنا نعرف نحن شو نختار شو نتابع. فخلينا نحكي بدايه، قبل ما نتعرف على تاثير الدراما على الشباب والمراهقين، خلينا نحكي قد ايه مهم اليوم نحن نختار مضمون يناسبنا ويناسب اللي حوالينا. أول شيء سعد صباح المشاهدي، ويسعد صباحكم ورمضان كريم. أهلا وسهلا. طبعا في موضوع مهم، أنه اليوم الدراما أو أي شيء أنت بتحضره على التلفزيون هو يشكل شيء ما بيت جزء من شخصيتك، لأنه هو عم يكون ضمن المحتوى الثقافي والمحتوى المعرفي الذي لا يدخل من اللاوعي، يعني شيء أنت ما بتوعاله. اليوم ممكن تلاقي حالك عم تتفرجي 3 ساعات ونص على التلفزيون من دون ما تحسي قديش الوقت او تملي. او ممكن تقعدي مع شخص تحسي بعد 10 دقائق انه مليتي، تعملي اي اكتيفيتي نشاط بتلاقي حالك مليتي، اما بالتلفزيون ما فيكي، بتحسي لحالها عم تمشي الوقت، حتى بتخلص الحلقه بتقول يا الله ليش خلصت، بتكون هي ساعه كامله. فهون صار في عندك عم تدخل بشكل لاوعي، وكل شيء يدخل باللاوعي لا يحسب وقته، وهي نقطه مهمه. نحن ما عم نتململ منه، فهي عم تاثر علينا بشكل لا ارادي لا واعي، وتؤثر على شخصيتنا بشكل أساسي، هي على كافة فئات المجتمع. بس اليوم تختلف من فئة لفئة، يعني الكبار بالعمر تؤثر عليهم بشكل محدود أكثر من الصغار بالعمر. ومثل ما نعرف أنه العلم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح. تمام؟ فعنا الأطفال بيتأثروا بشكل أساسي بهالدراما، بيتقل بعد الشباب اللي بيتأثروا بشكل أكثر بالدراما ولكن بشكل مباشر وليس بشكل استراتيجي، بيجي بعد الطبقة الثالثة اللي هن الكبار بالعمر اللي بيتأثروا بشكل أقل في الدراما أو في التلفزيون بشكل عام. طبعا شلون بيختاروا مسلسلات بناء على سؤالك؟ بيختاروها بناء على توجهاتهم، ميولهم، رغباتهم. شلون يعني؟ في حدا مثلا بحس حاله بأنه هو بيهتم بمجال الأكل، اهتماماته بمجال الأكل، فبيتفرج على أفلام أو مسلسلات وثائقية أو ممكن غير وثائقية عن مجال الطبخ.
طيب في عندك أشخاص بيهتموا بالجمال وبالصحة فبيتفرجوا على هذا النوع من المسلسلات أو من هذا النوع من البرامج، في عندك أشخاص بيحبوا الأكشن مثل ما بتشوفوا بتوجهوا نحو الأفلام التي فيها إثارة ومشاهدات حماسية وإلى آخره، فهي بناء على الاهتمامات على الميول وعلى الرغبات الشخصية والحاجات النفسية. طيب كنا عم نحكي نحن كيف ممكن نحن نحد من التأثير السلبي للدراما. قبل كانت المشاهدة أكثر أمان، يعني خصوصا لما نحكي عن المسلسلات مواضيعها كانت يعني العائلة كلها بتقدر تحضرها بشكل آمن. هلأ اختلف الوضع شوي، وخصوصا أنه ما بقى في حالة المشاهدة الجماعية، كل واحد على موبايله ماسك موبايله عم يشوف مسلسل مختلف إذا بدنا نقول وحلقات مختلفة. كيف لنا اليوم نحد من التأثير السلبي اليوم على الشباب واليافعين؟ جميل جدا، جميل جدا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا مثل ما حكيتي بانه كثير اشخاص عم كل واحد يتوجه لحاله حسب اهتماماته نشاطاته وحاجاته النفسية مثل ما حكينا، فكل واحد عم يحضر شيء يختلف عن الآخرين. وهي إشكالية بحد ذاتها، أنه أنت ما عم تقدري توحدي تعرفي شو عم تفرج على ابنك، أو ممكن ما بيعرف الأب شو عم تفرج مرته وإلى آخره، فبصير في عنا كتير إشكاليات. نحن حكينا أنه في تأثير على الطبقات والمجتمع، طبعا أخطر شيء على الأطفال لأنه بتشكل للمستقبل تبعهم بناء شخصية متكاملة، فهي خطيرة جدا الدراما على الأطفال كبداية. احنا رح نحكي على الشباب ونختص في الشباب. اليوم الشاب في عنده في خضم مرحلة بناء الشخصية، فلما تكون انت في مرحلة بناء الشخصية وتحديد الهوية الخاصة فيك وانت عم تحدد شو هي انتماءاتك وقيمك ومبادئك، يوم يدخل التلفزيون او الدراما خصوصي صارت اليوم كلها بالسيناريوهات ما شاء الله المتقنة، عم تكون قريبة جدا للواقع، يعني بتحس انه واقعية، عم تحس انه انت عم تعيش القصة. يعني في اشخاص بيتفرجوا على فيلم رعب فبتلاقيهم ما بيقدروا يناموا بالليل. صحيح. ليش؟ لانه صار بيعتبروها هي مثل الواقع. وهي في تجربة دراسة عملية عملوها على 30 شخص، جابوا 10 اشخاص خلوهم يلعبوا باسكت بول، هن لاعبين باسكت بول كرة سلة، خلوهم يلعبوا 10 لمدة 3 شهور، وفي 10 ثانيين ما خلوهم يلعبوا شيء نهائيا، وفي 10 ثالثات خلوهم يتفرجوا فقط على التلفزيون كيف يلعبوا يمرنوا ذهنيا هذا العمل. بعد 3 شهور من قياس هالتجربة تبين انه الاشخاص اللي لعبوا عندهم نفس النتائج تقريبا تبع الاشخاص اللي كانوا يتفرجوا فقط ويعملوا تدريب ذهني، فهذا الامر جدا خطير. فنحن دماغنا لما انت عم تتفرجي على شيء عم يرسل مؤشرات وعم يرسل الهرمونات وعم يشتغل شغل تماما مثل ما انت عم تشتغلي بارض الواقع، او فينا نقول اقرب الى ما تشتغلي انت بارض الواقع. فانا مثل انا عايش بالفيلم فانا عايش بهذا الجو، وهون عم تتاثر شخصيه الشاب، عم يتاثر نشاطه الذهني، عم يتاثر بناء شخصيته، وممكن فورا ممكن يروح يتقلص شخصيات، وهي في خطوره كثير كبيره انه يتقلص شخصيه مثلا اكس من الناس، وهذا الشيء مع الوقت بيغير شخصيته، فبصير في عنده صراع داخلي. صحيح. ممكن يغير سلوكه مع رفقاته، بتلاقيه تغير سلوكه. ليش؟ والله أنا فلان. يا الله، هلا بتلاقي شباب اليوم كتير بيستخدموا مصطلحات تبع المشهورة صارت اللي صارت ترند من المسلسلات مثل إثبات للهيبة. صحيح. وإلى آخره. في عنا كتير يعني بتلاقي حتى هلا بالمسلسلات الجديدة عم يتقمصوا تماما، حتلاقي كل واحد هلا موجود أكتر شيء هو الشوارد اللي انتشرت بشكل كتير كبير، حتى الصبايا كمان مسلسل صبايا كله تماما، حتلاقي بأنه كل واحد صار أخذ الترند تبعه وحتى عم يتغير شخصيته، وهذا أمر خطير جدا. طيب إحنا كيف فينا نحد من هذا التأثير؟ أول شغلة لازم يكون في للشاب نصيحة وللأهل نصيحة. الشاب أنا أرجو من الشباب كلهم أنه يحددوا هن مين قبل ما يتفرجوا على التلفزيون، يحددوا أنا شو هدفي بالحياة، أنا ليش عايش، أنا شو شخصيتي، شو هي قيمي مبادئي سلوكياتي. لأنه الإنسان اللي بيتفرج على التلفزيون وبتأثر فيه هذا دليل أنه في عنده نقص أو عدم توازن نفسي. صحيح. تمام. يعني هو ليش عم يقلد حدا؟ لأنه هو فعليا ما له مرتاح، ما له متقبل ذاته. هذا ما حكي نظري، هذا حكي عملي. اليوم لما أنت تقلد أشخاص آخرين أو بسلوكك فأنت عندك مشكلة إذن في سلوكك حتى قلدت غيرك. أما لما أنت تكون متقبل ذاتك بتكون مرتاح مع نفسك عم تنجز مع ذاتك، فهذا بتحس أنه أنا ما في داعي، بالعكس العالم بيقلدوني ما أنا بقلد حدا. تمام. إذن أول شغلة إلى الشباب أرجو منهم أنه يشوفوا هن شو شخصيتهم، هن يعرفوا ذواتهم، يفهموا شو سلوكياتهم، هل هذا الشيء يتوافق معهم أم لا، ويحددوا اهتماماتهم واحتياجاتهم النفسية. هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية للأهل، الأهل يجب عليهم أنه من الصغر أنه يركزوا على
الشباب وعلى الأطفال على شو عم يتفرجوا، ودائما يبنوا شخصيتهم. شو يعني يبنوا شخصيتهم؟ يبنون القيم والسلوكيات ويحاورون بالمواضيع عقلانية ويبنوا عندهم تفكير عقلاني ويوضحولهم أهمية التلفزيون وأنه هذا التلفزيون عبارة عن تمثيل. اليوم في أطفال كتير نحن بديهياً بنعرف أنه هذا تمثيل، بس في أطفال وفي شباب اليوم بفكروا هذا واقع. صحيح، يعني أنا هون بدي أسألك، يعني فينا نقول اليوم بما أنه بشهر رمضان بتلاقي أغلب المسلسلات مايلة للعنف نوعا ما. أيام زمان كانت المسلسلات أنه خرج الطفل يقعد مع أهله، مثل المسلسل على خمس نجوم جميل، وهنا هدول يعني المسلسلات خرج أنه الطفل يقعد فيها. اليوم مثلا دور الأهل بهذا الموضوع قديش مهم أنهم يفهمون أنه هذا الشيء تمثيل، هذا الشيء غلط، يكون عندهم وعي أكثر. تماما، هي النقطة، لازم الأهل بأنه يفهموا أولادهم أنه هذا تمثيل ويشرحوا لهم شو يعني تمثيل هذا الطفل. حتى لو انت بتعرفي انه اليوم السوشيال ميديا عم يشتغل والى اخره، لا، لازم الاهل يوضحوا هذا الشيء، ويجب على المدارس ان توضح هذا الامر انه اليوم الطفل ما عم يعرف هذا الشيء. بنفس الوقت على السوشيال ميديا كمان لازم يشرحوا له انه التلفزيون ولا السوشيال ميديا من خلال الموبايل، لازم يشرحوا له انه هذا تمثيل، هذا مو شيء واقع. واليوم كل شيء عم تشوفه على السوشيال ميديا حتى من حياه واهمه لبعض الاشخاص هي حياه عباره عن مظاهر، ليس بالضروري ان تكون هي الحياه الحقيقيه. وهي نقطة مهمة جدا نحن بنبحثها كباحثين في موضوع الشباب، بنشوف لها نتائج كتير سلبية. تمام، هلا خلينا ننتقل للفكرة اللي بعدها اللي هي بأنه دور الأهل، إذن أول شغلة اللي هي أنه نحن نشوف أطفالنا ونعلمهم أنه هذا الشيء غلط. ثاني شغلة نحاول نبني شخصيتهم، شو هي السلوكيات الصح، شو هي السلوكيات الغلط، شو هو الشيء اللي نحن بنتقبله، شو الشيء اللي ما بنتقبله. حاول نطلع على الجانب النفسي، شو هي شخصيتك اللي أنت بدك ترتاح معها، ونفهموا أهمية التقبل والتعرف على الذات. ننتقل بعدها لنقطة مهمة، دور الأهل في الحوار مع الشباب ومع الأطفال. يعني اليوم مثلا عم يتفرجوا على التلفزيون، حاوروا، شوفوا شو رأيه بهذا الشخصية، هالمسألة شو رأيه بشخصية، شو رأيه بهذا الموقف. منا بتخلي في جو حماسي، منا بتحاول تعمل قرب، لأنه صار في فجوة بين الأعمار. يعني اليوم بتلاقي بين واحد واحد خمس سنين، بين التسعين، بين جيل 90 وجيل 2000 يحبوه غير، مختلف تماما. تماما، لا، أنا بدي أحاول أتقرب منهم، صاحبهم، اسمع منهم حتى لو كلامهم غريب كتير. يعني اليوم حتى لو في أشخاص منهم في عندهم سلوكيات لا تتوافق مع القيم الاجتماعية تبع الأهل، ولكن مع ذلك لازم يتقبلوها ويحاولوا يحاوروه ويبنوا له بشكل منطقي. طب خليني وقف عندك معك على نقطة الحوار. يعني يمكن الأهل شوي بيفهموا موضوع الحوار أنه بيكون توجيهي أكثر من أنه هم يتقبلوا رأي الشاب أو اليافع أكثر، فكيف هي آليات الحوار اللي ممكن تصير بين الأهل والطفل؟ تماما، السؤال جدا جميل. أول نقطة بأنه رأيي يختلف عن رأيك. الأهل هنن أساس، هن أساس العائلة، ولكن لازم يعرفوا الأهل بأنه الولد ما لازم يكون شبيه عنهم، ما لازم يكون نسخة عنهم. هو إجا من خلالهم ولكن لن يكون نسخة عنهم. كل واحد له شخصيته، نقطة تميزه، له آلية تفكيره، فأنا لازم أقعد مع شخص كأنه ما بعرفه. هي أول نقطة، بدي أتقبل فكره، مو أنا بدي يكون هو مثلي، لا، إحنا هيك إحنا بنمشي بالبيت، ما في هذا الشيء. بدي أنا أكون معه عم اتعامل كانه شخص غريب، حاول اتحاور معه على انه شخص غريب، اتقبل فكرته، حاول شوف الحياه من منظوره مو من منظوره كابني. انه لما اشوفه من منظوره كابني شو بصير؟ بده يقول لا، هذا ابني ما بصير هيك تساوي، احنا ما هيك تربينا، احنا ما هيك سوينا. لا، هذا هو النقطه التوجيهيه، انا بدي اياك تشوفه كطرف غريب انت ما بتعرفه، تمام، بس تحاول تشوف وجهه نظره للموضوع وتحاول تحط حالك ببيئته. اليوم أنا ما فيني أعيش من الجيل القديم، ما فيني ضل على الوضع القديم، ما فيني يكون من نفس حياتكم. يعني في اختلاف عمر كبير، رفقاتك، معارفك، حتى البيئة اختلفت، حتى اليوم التكنولوجيا غيرت كل شيء. فأنا أول نصيحة مثل ما حكينا هي بأنه أنا بدي أعتبره شخص غريب. هو بده يكون من إحنا، بده يكون نصيحة توجيهية، نصيحة لا توجيهية، حوارية مبنية على فهم ابني وعلى رؤية وجهة نظره، وحط حالي موقفه. النقطة الثالثة، أنا ما ضروري أوصل معه لنقطة مركزية،
أو نقطة اتفاق ممكن. يا ريت نقدر نلتزم بهالنقاط أكيد. شو معناته أنا ما بدي أوقف على نقطة اتفاق؟ مو ضروري إنه نحن نوصل لاتفاق إنه هذا الغلط وهذا الصح. يمكن حتى حالة هاي الحوار اللي بتصير منشوف يمكن الابن أو اليافع صار يحكيها لرفقاته لما يتناقشوا بالمسلسل، يعني ممكن هو يكون ناقل لحالة إيجابية مثلا، مو بس كمان بالشخصيات، يتناقشوا بالشخصيات، يتناقشوا بالأحداث التاريخية، يمرقوا مثلا إنه أنا والله بتذكر بهديك الأيام ما كان صاير هيك، يعني مو إنه يعني الأهل بيجوا يحطوا ببالهم فكرة معينة بدهم يواجهوها فبيركزوا عليها وبينسوا الجوانب الثانية، فهي بتمرق يمكن من ضمن الحديث. أيوة، وهي النقطة كثير مهمة بإنه أنا كمان أطلب من الأهل إنه يدخلوا القصص. إحنا بنعرف إنه اليوم حتى بالأخبار، بعالم الأخبار، في عندك الخبر والقصة الأخبارية. صحيح. اللي هي بتعطي رونق أكثر وبتعطي التفات وانجذاب أكثر، فأنا بدي من الأهل بدل ما يناقشوا بشكل أكاديمي أو بشكل إنه مباشر، لا، حاول أعطي قصص إنه والله بزمانه صار معي مثل ما صار مع عاصي فرطة. صحيح. وكذا هون الشاب بتأثر فبينجذب. هني ما بيكونوا بيعرفوا الفكرة. صحيح. هون الطريقة هي الفكرة ليست مهمة بمدى أسلوب إيصال الفكرة. طيب قد إيه مهم هذا النوع من المسلسلات اليوم؟ اليوم جدا مهم طبعا. اليوم كل شيء مسلسلات موجودة سواء كل المواضيع هي مهمة ونحن ما فينا ننقدها، ولكن نحن بدنا نحاول إنه نحافظ على تأثيرها ونوازن على تأثيرها على جمهور المشاهدين. اليوم بالأخير المخرج أو الممثل ما حيكونوا موجهين لكل العالم بنفس السوية. صحيح. في عالم حياخدوها بشكل كتير كبير، العالم اللي عندهم عقد نقص أو حاجات حتاخدها بشكل خاطئ، في عالم بنفس الوقت عم تاخده كقدوة أو كشيء إيجابي. فأنا للإيجابي هذا الشيء جيد جدا، عمل السلوكيات السلبية ياخدوها هذا الشيء سيء جدا. الأخير السيناريو بده يكمل، صح ولا لا؟ فهي صناع العمل يمكن بيحبوا هاي الحالة التفاعل سواء سلبية أو إيجابية، المهم يكون في حدث الناس عم تحكي فيه، عم تقلد هاي التصرفات. ونحن معهم بهذا الشيء، ولكن نحن عم نوجه الأهل بأنه نحن ناخذ الإيجابي ونحاول أنه نحد من السلبي مشان يكون في عندنا نتيجة أفضل ونقدر نبني شبابنا بشكل أفضل مستقبل، لأنه هذا بيأثر على شخصياتهم، بيأثر على مستقبلهم، بيأثر على المجتمع تبعهم. نعم أكيد. بدنا نشكرك كثير الأستاذ عبادة دعدوش الباحث بتنمية وتطوير مهارات الشباب. يا أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لك. أما هلأ هايدي صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين، صباح الخير هايدي، مشاهدين موجز لي أهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق ضرورة دعم كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدتها واستقرارها ويعيدها إلى محيطها العربي بما يخدم الخير للشعب السوري. وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان في ختام اجتماع تشاوري عقد في مدينة جدة، تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ويعيدها إلى محيطها العربي بما يخدم الخير لشعبها الشقيق، مضيفة أنه تم الاتفاق على أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا. رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالبيان السوري السعودي المشترك الصادر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية، مؤكدة دعم لبنان لكل خطوة تسهم في حل الأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة أرضها وسيادتها واستقرارها. الوزارة قالت في بيان يثمن لبنان عالية رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن التطورات في سوريا مهمة جدا، حيث نشهد حالة التعافي وعودة العلاقات الطبيعية مع عدد من الدول. السيد نصر الله قال في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمية أن يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم، مشيرا إلى أن الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤولياتهم بخصوص فلسطين. وفي خبرنا الأخير، أعلنت ممثلية جمهورية دانيسك الشعبية في مركز مراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن قوات نظام كييف استهدفت بلدة يانسوفيتيا في الجمهورية وأطلقت عليها قذائف يستخدمها حلف الناتو. وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة مستكملة تحرير المناطق الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، جمهورية دانيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون. ختام الموجز، والآن عودة إليك نرمين. شكرا لك شيرين، واكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. وبعد هذا المنخفض الجوي اللي مرق، ضروري نعرف هذه كيف راح تكون احوال صحيح. الطقس خلال الايام القادمه. لهيك معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. هلا. بدايه استاذ، خبرنا شو عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه؟ هل رح نشهد منخفضات بالايام الجايه؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزميلتك الاخباريه السوريه. الاجواء هيدا الاسبوع مختلفه تماما عن الاجواء بالاسبوع الماضي، بعد انخفاض باكثر من 100 وادى الى انخفاض بدرجات الحراره في الاطلاق المصريه، كانت متميزه تحديدا بالمناطق الجنوبيه والغربيه والجنوب الشرقي، وفي مناطق كثيره تجاوزت المعدل السنوي للوسط المطري خصوصا العاصمه دمشق، تجاوزت الحمد لله معدل الهطول السنوي اللي هو 7 ملم 211 ملم اصبح مجموع الهطول حتى تاريخه، بالاضافه الى المحافظات والمدن في المدن الشرقيه ان كان الدير الرقه، بالاضافه الى البوكمال، هيدي المناطق لا تجاوزت معدلات الهطول المطري، وباقي المناطق تجاوزت ال 85% من الهطول المطري لهيدا الموسم. هلا نحن بدايه بهذا الاسبوع رح نتاثر بمرتفع جوي يستطيع ان يترافق بتيارات شماليه غربيه، بدايه الاسبوع رح تكون اجواء ربيعيه لطيفه نوعا ما بين السطول والغائمه جزئيا، درجات حراره بتصير اليوم لحتى تقترب من معدلاتها او تكون اعلى من المعدلات بقليل في معظم المناطق والمدن السوريه، والاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا، الرياح شرقيه الى جنوبيه شرقيه بين الخفيفه والمعتدله والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكره بتستمر درجات الحراره بالارتفاع وتصبح اعلى من المعدل بنحو 3 الى 5 درجات مئويه، الاجواء ربيعيه دافئه بمعظم المناطق بين الصحوه والغائمه جزئيا. هلا بتضل الحرارات عم ترتفع حتى نهار الاربعاء، ذروه الارتفاع رح تكون الثلاثاء والاربعاء، حرارات اعلى من المعدل تقريبا من 4 الى 5 درجات مئويه بمعظم المناطق، اجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا في كافه المناطق مع احتمال لهطل زخات ربيعيه من المطر في منطقه الباديه ومنطقه القلمون خلال يوم الاثنين والثلاثاء خلال ساعات بعض الظهر. بترجع الاجواء نهار الاربعاء تستقر من جديد في معظم المناطق، هي كانت مستقره ولكن الهطولات الربيعيه فقط في الباديه والقلمون الاثنين والظهر والثلاثاء تستقر بكافه المناطق، وتظل الحرارات اعلى من المعدل من 3 الى 5 درجات مئويه، واجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا مع استمرار للاجواء الربيعيه الدافئه، يعني اجواء ربيعيه تتراوح ما بين لطيفه بدايه الاسبوع الى دافئه حتى نهايه الاسبوع تقريبا حتى يوم الخميس القادم باذن الله، الاجواء بتكون بين الصحوه والغائمه جزئيا تتحول الى اجواء غائمه خلال ساعات بعض الظهر والمساء بالمناطق الشماليه الغربيه والساحليه، لتصبح الفرصه مهيئه باذن الله تعالى لهطل زخات من المطر بهيدي المناطق. الحراره تنخفض يوم الخميس بنهايه هذا الاسبوع لحتى تقترب من معدلاتها لمثل هذه الفتره من السنه، والرياح بتكون غربيه الى جنوبيه غربيه معتدله
مع هبات نشطه، بعض الاحيان تتجاوز سرعه الهبات احيانا ل 65 كيلومتر بالساعه. يوم الخميس القادم تحديدا بتصير الغبار في بعض المناطق الداخليه، والبحر الخميس القادم خفيف ومتوسط ارتفاع. خلال الاسبوع هذا الرياح بتكون شرقيه لجنوبيه شرقيه خفيفه السرعه، والبحر خفيف ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر عم تكون تقريبا في حدود ال 21 درجه مئويه. هلا خلال هيدي الايام والاجواء اللي نحن عم نشهدها بنحذر من تسني مستوى الرؤيه الافقيه بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه بسبب الاجواء التنظيميه لهيدي المناطق. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 23/10، القنيطره 20/8، القلمون 17/6، درعا 25/10، السويداء 20/8، المنطقه الوسطى حمص وحما 23/10، منطقه الجزيره محافظه الحسكه 22/9، ساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 23/16، شمال حلب وإدلب 22/10، المنطقه الشرقيه دير الزور والرقل وكمان 23/12، واخيرا بالباديه السوريه مدينه سدوى 24/9. الاجواء كثير لطيفه هذا الاسبوع، اجواء ربيعيه دافئه الى لطيفه، حرارات اعلى من المعدل، والتغير وحاله عدم الرطوبه اللي تاثر فيها رح تكون بنهايه هذا الاسبوع بدءا من الشمال الغربي والساحل. نعم. بدنا نتشكرك كثير استاذ حسان الجردي، شكرا لك. شكرا لك استاذه، يعني كنا بجوله مفصله على كيف رح تكون حاله الطقس خلال الاسبوع القادم. دائما نقول الله يبعث الخير. ومن عالم الطقس نروح لعالم المبادرات والتطوعيه، رح نكون ضمن مبادره هذه هي بعالم الطب، مبادرات الطبيه بنعرف قديش لها اهميه وخصوصا مرضى التصلب الروائحي. اكيد يعني نرمين مرض التصلب الروائحي كثير حساس وبحاجه لكثير من الرعايه ومن الاهتمام. هلا نحن عم نحكي عن اول جمعيه بسوريا عم تقدم الدعم الطبي والمعنوي والنفسي لمرضى التصلب اللويحي لتساعدهم على تجاوز الصعوبات يلي بيمروا فيها وتوعيهم أكثر بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض. لنتعرف أكثر مشاهدينا عن الخدمات يلي بتقدمها هي الجمعية وكيف عم بيساعدوا اليوم هدول المرضى. بيسعدنا اليوم أنه تكون ضيفتنا بالاستوديو رئيسة الجمعية دكتورة أمل محاسن. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية دكتورة خلينا نتعرف أكثر عن الجمعية، أيمتى تأسست وكيف بديت الفكرة؟ الحقيقة تأسست أشهرت الجمعية ب20/12/2020 إشهارة، بس كان إلا نحن سنتين تقريبا عم نشتغل لحتى صار عندها ركائز وعرفنا الخط اللي لازم ناخده فأشهرنا الجمعية. وش السبب يلي خلاني أنا مالي علاقة بهذا المرض؟ الحمد لله الله يحمي الجميع. صبية كنت بمبادرة من المبادرات عم نهيئ لعمل من الأعمال، ففي صبية قال عم تشتغلوا بتضلوا، يعني أنا دائما بحكي هالقصة لأنه مثل فيك تقوليها لأنه الواحد يأخذ شيء ويعمل يشتغل عليه لأنه المجتمع بحاجة كتير. فقالت عم تشتغلوا على الإغاثة على الإعانة على كتير أمور، لكن نحن مرضى التصلب اللويحي ما حدا تقريبا شايفنا، ما حدا عم يساعدنا، ما عندنا جمعيه تجمعنا او شيء. قلت له ليش بكي؟ قال كذا، صارت تبكي. قلت له خلص ان شاء الله بدنا ناسس جمعيه. والحمد لله تاسست، وبكثير كان لها صدى جميل لهالجمعيه لما اشهرت لانه ما في غيرها، وكانوا هدول المرضى كلياتهم بالرغم انه الحكومه بتقدم لهم يعني، بس كل واحد لحاله مفكر حاله انه هو فقط المريض، فكان لها صدى كثير كبير وكان لها دعم كثير كبير للمرضى. فقلنا تقريبا سنتين ونص مشهرين، لكن من قبل قلنا سنتين كنا عم نشتغل بشكل جماعي لحتى قدرنا نحط خطواتنا لأسس الجمعية. أكيد دكتور، يعني قبل ما نتخصص أكثر ونعرف شو الخدمات اللي بتقدموها اليوم بالجمعية، خلينا نعطي توصيف بسيط عن مرض التصلب اللويحي، شو أسبابه؟ أسبابه متعددة هو الحقيقة، وإلى الآن كطب ما بيعرفوا شو السبب الرئيسي يلي مسبب هو المرض، مرض التصلب اللويحي. بس على الغالب بيقولوا كل إنسان عنده جينة بكذا مرض، لكن وقت بتتوائم الظروف بتظهر هذه الجينة. فهو نفسي عصبي هذا المرض. هلأ صرنا عم نشهد، هو اسمه مرض الورود، يعني من 20 للـ40. هلأ صرنا عم نشهد، أنا عم بحكي يعني مو مشان يرتعبوا العالم لا، بس حتى نوعى بأنه هذا المرض. هذيك المرة جانا طفلة عمرها 4 سنين، من يومين عم يقولوا لي في طفلة عمرها 12 سنة، فحتى نوعى. قبل ما كان التشخيص وما يعرفوا والأهل تخاف، يعني عدة أمور كانت تخلي المرض يطول ليظهر، مو ليظهر، طول ليكتشفوه. أما الآن عم التوعية خلت الناس مباشرة
يهتموا ويحاولوا ينكشف هذا المرض، لأنه وقت ينكشف على بكير كتير بيكون أسهل معالجته. طيب خلينا نحكي أيضا كيف بيتم التواصل مع المرضى أو التسجيل بالجمعية؟ هلأ التسجيل بالجمعية عنا أرقام شيء طبيعي اللي بيحب، بعدين تواصل مع المرضى. نحن عنا دائما محاضرات، عنا ندوات، عنا ورشات عمل، هدول الشغلات تبع الدعم والتوعية. عنا كل خميس بابن النفيس المرضى اللي بيكونوا مسجلين بابن النفيس، لأنه الدولة بتعطيهم إعانات، كيف الإعانات يعني الأدوية تبعهم تبع المرضى المتوفرة دائما بيكون يوم الخميس بيروحوا بينفحصوا بياخذوا أدويتهم. فعندنا فريق تطوعي كتير كتير مهتم وكتير محب للعمل، جزء منه مرضى، جزء منه داعمين، جزء شباب ما لهم أي علاقة إلا أنه بيحبوا العمل التطوعي، وجامعيين على شتى المستويات، يعني في خريج ما تخرجوا بعد يعني سنة خامسة طب، في اقتصاد، في معلوماتية، في ربات منازل، هذا الفريق بيقدروا يلتقوا معه يوم الخميس. في مقر للجمعية أو بشوفي عنا مقر هلأ بدنا ننتقل منه لأنه بدنا نغير هلأ إن شاء الله. هلأ حاليا عم نتفاوض على مقر بعربين يكون، لأنه نحن بكل سوريا بعربين، كنا بدمشق هلا بنشوف بعربين. تعرفي الاجار كثير صعب ومشكله يعني، فعم نعاني من هالموضوع الحقيقه. في صفحه على الفيسبوك طبعاً. عم يكون التواصل يمكن طبعاً. عم ندور على طرق تواصل اسهل بالنسبه لنا. في صفحه ولها كثير، صفحه الفيسبوك حتى كل من كل الدول اسمها العربيه، اسمها هي باسم الجمعيه تمام، جمعيه دعم مرضى التصلب اللويحي تمام، من كل الدول العربيه، لانه بتعرفي هذا مرض عالمي صحيح. كل الناس فعنا دائما بيتواصلوا معنا من كل الدول العربيه وبيبعثوا لنا شو صاير، مرات ندوات، محاضرات، بيتابعوها المرضى على الفيسبوك. عم ينزلوا ادويه موجوده اليوم لهذا المرض عم نشوفها متابعة. هلا عنا على صفحتنا الشخصيه بننزل، على صفحه الواتس تبعنا بننزل انه مشان المريض صحيح. مثلا عنده فرضا بده ياخذ هالدواء المعين بجوز ما يكون متوفر، يعني عم تامنوا كل الادويه اليوم؟ مو نحن الدوله اللي بتامن، نحن ما عندنا، نحن بشكل شخصي بنامن للناس، اما الجمعيه ما عندها قدرات انه تامن ادويه، بتعرفي لانه كثير كثير غالي. نحن بشكل صحيح. شخصي ممكن نامن لشيء، اما ما مو هذا هلا ما عندنا هالهدف هذا لانه اسعار كثير غاليه وغير متوفره الادويه. بجوز على المستقبل نقدر مثلا بصير عندنا ماديات منيحه نقدر نساعده، لانه المريض كثير بحاجه لقصص يعني مو بس دواء، عنده كثير احتياجات، والدعم النفسي بالنسبه له كثير 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 مهم. يعني على حسب ما عم نشوف نحن المرضى حتى الدكاتره اللي معنا، نحن مجلس ادارتنا مؤلف من اطباء اللي هن، انا سالتهم للمرضى مين بتفضلوا الاطباء يكونوا معنا بمجلس إداري اللي بيهتموا فيكم، قالوا لنا جزء منه أطباء، جزء منه مرافقين للمرضى، لأنه المرافق كتير مهم، ملازمه للمريض بشكل دائم وداعمين. فهذا كتير مهم أنه وقت نعمل محاضرات، مثلا من 3 سنين عملنا محاضرة نفس الطبيب، من شهرين عملنا محاضرة نفس تقريبا المجموعة، بيزيدوا بينقصوا شوي المرضى ومرافقينهم ومهتمين فيه، قال مو معقول قديش فرقوا، نفسيتهم فرقت، ثقافتهم بالنسبة للمرض فرقت، تقبلهم للمرض فرق. دليل على أنه الدعم والمشاركة كتير إلى أهمية بالنسبة للإنسان. دكتورة شو بتركزوا بموضوع الدعم النفسي؟ عشو بتركزوا؟ شو النقاط اللي بيتم التركيز عليها؟ بنركز أولاً على الانتباه، يعني بتكون المحاضرة موجهة للمريض ولداعمينه ولأهله، لأنه أهله هن اللي مرافقينه لحتى يعرفوا شو بقى. يعني وقت أب بيشوف ابنه ما كان في شيء مثلا وما عاد قدر يقوم يمشي، بفكروا عم ما بيعرف انه جدي، بفكروا عم يتدلل البنت او الصبي، انه لا قوموا ما فيكم شيء، هلا ما كنت في هيك بصير. فنحن لحتى هالاهل يستوعبوا انه مريض هذا، يعني بدكم ديروا بالكم عليه، اول شيء توعيه للاهل بالاهل والمريض بمرضهم. ثاني شيء بنعمل دروس محاضرات عن المعالجه الفيزيائيه واهميتها، محاضرات عن التغذيه، شو لازم يكون يعني يتوجهوا للغذاء يلي ما بيأذيهم، يلي ما بيسبب لهم مشكل، لأنه في كتير أنواع من الأغذية بتأذيهم. المعالجة الفيزيائية كتير مهمة، وحتى هدول المرضى اللي عنده مثلا ما فيهم يروحوا على أي مكان يعملوا معالجة فيزيائية، لأنه لهم معالجة مختصة، واللي بده يعمل لهم المعالجة لازم يكون بيعرف حالتهم الصحية، لأنه أي خطأ بيأثر على أي عصب من الأعصاب بيسألهم أكثر ما يحسن لهم. دكتورة كيف عم يتم اليوم التشبيك مع باقي المحافظات لحتى تساعدوا مرضى التصلب اللويحي؟ من سنتين صار في مؤتمر بحلب
والآن بشهر 5 عندنا مؤتمر كمان إن شاء الله بتغطوا. فهلأ الفيس كتير صارت وسيلة مهمة، يعني كله بيصير بيطلع وبيعرف شو عم بيصير. فنحن عن طريق الفيس عن طريق بكل محافظة هو في لجنة، في لجنة تصلب لويحي لأنه بتفحص المريض وبتشوفه. فنحن اللجان بتوجه بيجينا مرضى من باقي المحافظات لأنه غالبية المحافظات تجي بتتعالج هون كمعالجة، بس بنتمنى يصير بباقي بباقي المحافظات انه لانه عذاب كثير للمريض وقت بينزل لهم. طب خلينا نحكي اكثر عن الصعوبات اللي بتواجهكم خلال العمل. من الواضح اكيد يمكن تمويل هو من الامور الواضحه. خلينا نحكي ايضا شو الصعوبات اللي بتواجهكم، هل بنقصكم كوادر معينه، دعم معين؟ تفضلي. اكيد اول شيء مثل ما تفضلتي حضرتك التمويل، لانه كثير بحاجه المرضى لتمويل. نحن إلى الآن مثلاً مقر ما كتير مستقرين من مقر، نتمنى من وزارة الصحة أنه ممكن تعطينا شيء غرفة عندك شيء مستوصف مركز كذا. بعدين في موضوع الأدوية كمان، الأدوية يعني الحكومة الدولة عم تأمن، لكن الحصار اللي صاير كمان كتير عم يأثر على شو الأدوية، يعني أنه عم توصل أو ما لا عم توصل. بينقصنا كوادر متطوعين شيء طبيعي، لأنه المرضى أحيانا في مرضى ما بيقدروا يجوا من بيتهم، فنحن بنضطر أنه يعني بعت لهم سيارة إسعاف تجيبهم، وهذا عم نعاني فيه، ياخذوا يعني نأمن لهم سيارة أو حدا من المتطوعين يروح يجيبهم لياخذوا، لأنه في نوع من الأدوية ما بيقدر التسريب تبعها اللي يكون بالمشفى. فما فيهم أنه ناخذ لهم الدواء لبيتهم، لا لازم يكون بالمشفى. فكتير في معاناة الحقيقة بالنسبة للمرضى ولنا بتأمين الخدمات للمرضى تمام. وأهلهم كمان، يعني أهلهم كتير حالة صعبة. أكيد. دكتورة كيف عم تشوف اليوم تفاعل المجتمع الأهلي مع أهداف جمعيتكم ونشاطاتك؟ الحقيقة كتير الناس متفاعلة، صارت كانوا يسمعوا وخلص ما حدا ياخذ له أهمية، هلأ كتير عم يكونوا متفاعلين ومهتمين. وحتى ما قلت لك بيجوا بيحضروا، كتير ناس ما لهم علاقة بالمرض بيجوا بيحضروا ليتثقفوا ليعرفوا ليوعوا انه هذا المرض ممكن يصيب اي شخص. صحيح. يعني لذلك ومتعاونين معنا الناس، يعني وفي جزء بيتبرع يعني بقدر الامكان عم يهتموا يهتم المجتمع. واهم شيء انه صاروا يعرفوا انه هذا المرض ما له سهل، والمفروض انه من بدايته نحن ننتبه له ونعرف انه ما ناخذ اي عرض بشكل هيك بسيط، لا نهتم فيه. طيب خلينا نحكي عن خططكم المستقبليه ومشاريعكم رح تكون، او اي رساله بتحبي توجهيها لاي خططنا حمد. نحن هدف من اهدافنا الكبير واللي بنطمح له الحقيقه انه يصير عندنا مركز معالجه فيزيائيه، يعني هذا كثير مهم بالنسبه للمريض. وبطمح بانه يصير مركز اخر يكون مجموعه من الاطباء لحتى يقدروا يكتشفوا مباشره المرض، مثلا لانه بيجي اذا بتجي المريض اول مره هجمه على عينه ما بيعرفوا بيروح على طبيب عين، بينما وقت بيكون في مجمع لاطباء عصبي عين اللي هو انه بيعرفوا الاختصاصات اكثر مني، فيكتشف المرض بسرعه اكثر. وكل ما اكتشف بسرعه بيصير معالج، هو ما في يعني شفاءه قليل او ما في شفاء، بس ما بدنا نعطي تشاؤم للناس، لكن بتصير الهجمات هي بعيده. فرسالتي انه اهتموا بهالمرض لانه مرض صار ما عاد ظاهرة، يعني صار كتير منتشر. رقم اثنين الأهل أنه يحاولوا أنه يساعدوا أولادهم ويساعدوهم ويتقبلوا مرضهم ويحبوهم، وإن شاء الله الله يشفي الجميع، ونتمنى الخير للجميع. أكيد. بدنا نشكرك كتير دكتورة أمل محاسن رئيسة الجمعية، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كتير لك وموفقين أكيد بكل نشاطاتكم. أهلا وسهلا إن شاء الله. أما هلأ هاي خلينا نروح لمحافظة طرطوس، حفل تكريمي لعدد من ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، التفاصيل ضمن التقرير التالي. بمناسبة شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع محافظة طرطوس، أقامت جمعية السبيل الخيرية حفلا تكريميا لعدد من أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والأطفال الأيتام، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة بحضور فعاليات رسمية. بمناسبة شهر رمضان المبارك وبرعاية السيد المحافظ، الجمعيات الخيرية بتقوم بعدة مبادرات، واليوم مبادرتنا اليوم جمعية السبيل بتكريم لأسر الشهداء والجرحى والأيتام بمناسبة الشهر الفضيل.
بيكسر حالات التكافل الاجتماعي. بشهر الخير والرحمة بهذا الشهر الفضيل حبينا نعمل تكريم بسيط لأسر الشهداء والجرحى والأيتام يلي موجودين ضمن قوائم الجمعية. طبعا هذا رد بسيط لكل التضحيات يلي قدموها وكل المعاناة يلي الشعب حاليا ما يعيشها ويلي أهل بلدنا ما يعيشوها. إن شاء الله نكون ساهمنا ولو بجزء بسيط إنه نكون جنب عائلاتنا وأهلنا، وإن شاء الله بنعاد على الجميع بكل خير وعافية. ذوو الشهداء والجرحى عبروا عن عميق فخرهم واعتزازهم بما قدموه من تضحيات فداء لسوريا. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويحمي هالقيادة العظيمة ويفك الحصار على البلد وينصر سوريا على من عادها. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير وكل عام وسوريا بخير. الله يرحم جميع الشهداء ويحمي الجيش ويشفي جميع جرحانا. كل عام وانتم بخير والله يرحم الشهداء. مبادرات متعددة تشهدها محافظة طرطوس خلال أيام الشهر الفضيل تعكس المحبة والإلفة بين أبناء الوطن بالأوقات الصعبة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما هلأ نرمين لمحطتنا الأخيرة، ويعني من أكثر الشغلات اللي بتفرح السيدات والصبايا أنه يلبسوا ثياب جديدة، يظهروا بأحلى طلة، يحاولوا يواكبوا الموضة وكل شيء جديد بعالم الأزياء. ويعني فينا نقول أنه أغلب الصبايا نرمين دايما بيحبوا التجديد والتغيير سواء بستايلاتهم أو بشكلهم الخارجي. صحيح هايدي، مثل ما قلتي دائما الصبية بتحب تلبس شيء جديد، وقديش هيك مهم الصبية اللي بيكون عندها هي القدرة انه هي تعمل اعادة تدوير برزانتها، تلبق هاي البلوزة على بطريقة تانية او القميص، وكمان دائما اكيد بدها تلحق الموضة. أكيد. يعني الموضة بتفرض حالها علينا خصوصا لما ننزل على السوق. لنحكي اكثر عن الموضة خلال الفترة القادمة اللي رح تكون، اكيد بيسعدنا نرحب بمصمم الازياء عبود ابراهيم. اغا رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. مع ازهار الربيع والورود الجميله، مع كل اشراقه الشمس بسوريا الحبيبه، من لكم صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. بدايه خبرنا عن مشوارك بعالم الازياء، ايمت بلشت؟ هل هو كان عن دراسه ام عن موهبه؟ هو بالبدايه بلش موهبه، يعني بالبدايه، بعدين تتطور الامور بتصير بالدراسه اكثر، وبعدين هي المواكبه اكثر هي بتعطي الاكسبيرينس للمصمم. المواكبة بعالم الأزياء هي دائما بتعطي هالخبرة، هي على مدار السنين يعني بتعطي هالخبرة للمصمم حتى يواكب ويضل مستمر بهالمهنة. الله يقويك. يعني تقريبا صاروا 25 سنة، خلينا نحكي عن هاي السنوات، كيف يعني انتقلت بالتصميم، كيف مروا، كيف الواحد أكيد بيطور حاله بيطور مهاراته بمر بتجارب كثيرة. يعني هي ما هو موضوع إنه هي بنقول لك سلسلة، هي يعني سلسلة عمل. يعني بالبداية بتبلش موهبة وخبرات متراكمة، تبادل أفكار، وحتى تشقي هالشيء هذا الحلو هذا. هي ما فيني اعتبرها مهنة، ما هي عبارة عن فن وذوق يعني وشغف للمهنة هي. فهي الممارسة مثل ما قلت لك، ممارسة هي، وبعدين الناحية الفنية عند المصمم هي بتعطي الاستمرارية. طيب. لحتى يواكب ويضل مستمر بهال. أكيد. يعني بما أنه نحن هلا بفترة أعياد ومناسبات، خلينا نتعرف أكثر شو الموديلات اليوم الدارجة بالأسواق، شو الألوان اللي عم تكون مناسبة لربيع وصيف 2023؟ يعني هالسنة في كتير تحول جذري بالألوان، يعني باعتبار نحن مقبلين على موسم ربيع وهلا رمضان كريم كمان، فكتير صار في تحول جذري بالألوان، وصارت الناس ميالة للألوان الجريئة كتير، ألوان الربيع. يعني هي اللي بتعطي الطاغية هالفترة هي. عندك لون الفوشيا، عندك لون الأصفر، لون الأخضر، هدول الألوان كتير عم بيستصيغوها الناس كتير. صحيح. وبيحبوها بهالفترة هي قبلنا على صيف، لأنه تعدوا شوي عن الألوان الهادية، الألوان الكلاسيكية اللي كانت دارجة من قبل. فصارت الألوان الجريئة عطت كتير صدى عند الناس، صار في جرأة أكثر. عم نشوف الأورانج والأخضر. إيه، في ناس كانوا ما يستصيغوها بالقبل، هلا صاروا عم يقتنوها أكثر، بحبوها أكثر، وبحبوا يلبسوها أكثر. فبتحسي هيك مستوحاة من الطبيعة الألوان. طيب خلينا نحكي أكثر عن يعني الأشخاص كيف ممكن يختاروا، يعني حسب شكل الجسم كيف ممكن يختاروا الثياب الخاصة فيهم. أول شيء خلينا نقول لفساتين السهرة أو ثياب السهرة، وفينا كمان بالحياة العادية يعني كمان.
يعني هلا صار في اختيار الزي المناسب، هلا بدي يصير في فرق، يعني الفرق بين انه الحياه العمليه وفي قطعه السواري. عم نشوف بعض من تصاميمك هلا على الشاشه. قطعه السواري لها خصوصياتها، يعني قطعه السواري بس صاروا الناس يتجهوا شوي، الست او الصبيه يتجهوا شوي للقطعه العمليه اكثر، ممكن يستفيدوا منها اكثر بمناسباتهم او بحياتهم العمليه الثانيه يعني. بالنسبه للاطفال كمان شو الموديلات الدارجه هلا؟ الاطفال يعني هن شو ما لبسوا هن رمز البراءه يعني، أكيد. فبالنهايه لهم لباس خاص، بس هلا كمان صار في مشكله عند الاهل بالاوضاع الاقتصاديه شوي شوي ما بتناسب الدخل يعني، فصاروا يقتنوا البسه الاطفال العمليه من طان الجينز مع قميص الكارو بمناسبه العيد، يعني صار شوي يبتعدوا عن الطقم يعني لباس الطفل العيد، يعني بدهم يستفيدوا منه بعدين يعني، فصاروا يختاروا لبس للاطفال بحيث يناسب العيد بعدين يستفيدوا منه اكثر. عم نشوف مثل ما ذكرنا صور من تصاميم حضرتك بتعتمد فيها الالوان، الالوان الجريئه، يعني شفنا مرق الاخضر والاصفر وبدرجات قويه. هون بيكون لك راي انت ولا لا؟ بتجي الصبيه مثلا بيكون ببالها لون معين ولا لا انت بتحاول تقنعها بشيء بيلائمها اكثر؟ لا طبعا، يعني طبعا لي راي كثير وبحاول انصحها. بتحب الالوان؟ بحب انصحها بلون يشيل بقى لبشرتها ولستايلها، يعني بعطيها كثير افكار حلوه. طبعا هن الصبايا كمان نظرتهم باختيارهم شيء بالبقلون، يعني في كثير مثل ما قلت لك يعني صار في شوي جرأه، ما بقى مثل قبل انه هذا بجوز مايل بقلي هاللون لانه موضه انا لازم البسه، فصار في شوي جرأه بال. خلينا نعطي امثله اكثر هيك خلي الناس تستفيد، مثلا بالالوان، يعني مثلا البيضه شو الالوان اللي ما كثير بتلبق لها، السمره شو الالوان اللي لازم تبتعد عنها؟ هلا البشره الفاتحه دائما الالوان الزاهيه بتعطيها كثير رونق، بتعطيها انطباع عن شخصيتها، يعني كل صبيه بتاخذ لون بيعطي بدل عن شخصيتها، يعني في عندك مثلا البشره الفاتحه بتلبق لها الالوان الزاهيه، مثلا البشره الغامقه الالوان الداكنه ما بتلبق لها كثير. صحيح. فنحن دائما ننصح الصبيه او الست نتعامل معهم انه يختاروا اللون المناسب لبشرتهم. مثلا هالالوان هلا الموضه السنه لنواكب الموضه، اذا نواكب الموضه بشكل اساسي، في ناس ما كثير بتلبق للبشره في الوان ما، يعني مثلا هلا بالكنترول عم يحكوا كانوا عن اللون الاحمر بيلبق للسمره ولا البيضة؟ لا للسمره اكثر. للسمره للسمره بيعطيها هيك يعني جاذبيه اكثر بالستايل تبعها. تمام. يعني طيب هدول الفساتين اللي شفناهم نحن شفناهم بشكله النهائي، بس نحن بنعرف انه اكيد في لهم جهد، في تعب، في مراحل بتمروا فيها، خبرنا عنها حضرتك. طبعا ما في شيء بلا تعب بشغلنا، كثير بدك ادق تفاصيل بدك تراعيها بالشغل كثير، يعني حتى تعطي النتيجه اللي بدك اياها. يعني النتيجه هي اللي بتحدد مستوى الشغل. فموضوع شغلنا نحن بده مرحله مرحله، اول شيء بدك تختار الكواليتي، نوعيه القماش اللي بدك تعملي فيها هي تكون جيده مناسبه. خلينا نحكي هون عن نوع القمايش اليوم، شو بتستخدم، شو بتفضل اكثر، في نوع افضل من نوع بالقمايش؟ في طبعا طبعا في كثير انواع نحن بنحبذها كثير، بس هلا في شوي عندنا مشكله عم نحاول ندرس السعر، يعني انه بحيث يناسب لامكانيات الصبيه او الست اللي بنعطيها القطعه المنتج لها او ما بتناسبها، يعني فبنختار نوع قماش يكون بحيث يناسبها هي كمادة ويناسبها كمان كجمال قطعة كنتيجة يعني. صحيح. طب خلينا نحكي أكثر عن القصات والموديلات لهذا الموسم، شو اللي دارج خصوصا بفساتين السهرة، كل مرة بنلاقي هيك فترة درج شيء معين. هلا القصات كثير مختلفة، في كثير قصات كان مثل ما قلت لك، قصات بتبطل يعني انه خلص؟ لا لا بتضل اساسي، في قصات كثير بتضل مواكبة كل موسم بتضل موجودة، بس في قصات مثلا التنورة الواسعة فعم بحبوا يقتنوها كثير الصبايا او الستات، لأن التنورة المكسمة موديل الحورية هذا بتلاقي ايام معينة، في ستايلات معينة بتلبسه بيطلع ناجح 100%، بس القصات الواسعة حتى بالبنطلون صار يعني بحبوا البنطلون الواسع المريح، بيفيدهم بالناحيه العمليه، بيفيدهم بالناحيه السواري او السبور شيك. فالقصات الواسعه بتلاقي استحسان اكثر، ممكن نغير بالتنوره القصيره تحتها نعملها طويله يعني للارض، او بنعملها تنوره قصيره على الشفاف من تحت، فبتعطي رونق وجماليه للصبيه او الست المشكله. خلينا نحكي اكثر عن العارضه يلي بيكون لها كثير دور مهم بتصميم الملابس، اكيد يعني هي رح تحببنا اكثر بشكل القطعه، في معايير معينه بتطلب تكون موجوده بالصبيه اللي رح تعرض الثياب؟ طبعا يعني كثير في يكون الستايل كثير ناجح، ما يكون في ديفو لحتى يظهر جمال القطعه، يعني هذا كثير نحن بنراعيه بشغلنا، يكون ديفو غير ظاهر.
او اذا في ديفو نحن بنحاول نخفيه بطريقه شغلنا، بنعطيه يعني غير سيستم. المظهر الحلو كمان يعني بيعطي طله، وكمان الشغل الحلو كمان بيعطي طله حلوه للعارضه، والالوان الحلوه كمان بتلعب دور، كله بيكمل بعضه طبعا. كل العوامل بتعطي نتيجه النجاح اللي بدنا اياها نحن. طيب كثير كمان بنشوف هاي الحاله انه صبيه بتجي اكيد ومرأة مع حضرتك بتفرجيك بدي مثل هذا الفستان، بتطبق لها اياه ولا لا؟ بتحاول تنصحها بتقول انه لا ما بيلائمك، يمكن ما يحبوا، يعني في صبايا ما بيحبوا تقول لا ما بقدر اسوي لك اياه او ما بيلائمك. يعني هي بالنهايه هي مسؤوليتنا نحن بشغلنا، وهي بتظهر خبرتنا اكثر بالشغل بهالموضوع هذا تحديدا. يعني وقت نحن بنعطي قطعه كثير كثير طلعت ناجحه وكثير عجبتها للصبيه او الست وهيك ولقت خيالها، يعني هي تكون حتى هذا الفستان بخيالها، هي رسمته بخيالها قبل ما نحن نجسد لها اياه، وقت بتلاقي تطابق بهالموضوع فهون سر نجاحنا بشغلنا. يعني هون سر عطائنا وشغل سر نجاحنا، فنحن بنحاول دائما نحن نعمل هالتطابق هذا. فنشكر الله عم نتوفق بهالموضوع وعم نوصل لنتيجه حلوه وبترضي جميع الاذواق وبتطلع رضيانه على الديزاين اللي احنا اشتغلناه ان شاء الله يا رب. خبرنا اكثر، مشتغل قبل مع مصممين؟ شاركت بايفنتات معينه؟ شاركنا بعصايد الازياء الشعبيه، وشاركنا ب ديفيليهات عصايد المحلي يعني. عم نطمح نعمل صعيد عالمي او خارجي ان شاء الله يا رب. طيب اعاده التدوير اللي ذكرناها ببدايه الفقره هي من المواضيع كثير مهمه، يعني نحن بنعرف الوضع الاقتصادي للجميع، مو الكل قادر يشتري قطع جديده، السيدات دائما مثل ما قلنا بيحبوا يلبسوا قطع جديده، ويمكن طبيعه شغلهم بيحبوا انه يمكن كل يوم يطلعوا بمظهر جديد، كيف ممكن يدوروا القطع اللي موجوده بالخزانه، واذا بدهم يشتروا قطع جديده عمليه شو بتنصحهم يعني للصيف مثلا؟ هلا موضوع اعاده التدوير هو بده يكون في اكسبيرينس كثير عند المصمم، يعني نعطي امثله لنقرب لهم الفكره. يعني في كثير ناس مثلا عامله ديزاينات حلوه كثير بمراحل سابقه، ممكن تستفيد منها هلا من نوعيه الكواليتي القماش الموجود، لانه القماش كثير صاير مرتفع، الاسعار كثير مرتفعه، ما عم بتناسب جميع شرائح المجتمع يعني. فهذا الموضوع انه بتجيني مثلا صبيه او ست انه انا عندي فستان قديم، انا عندي مثلا ممكن استفيد منه من كمه، ممكن استفيد من ماشته كذا، فهون انا بعالج الموضوع اذا ممكن استفيد منه، ممكن انا يعني اشتغل فيه يعني. فهم يعني اوصل لنتيجه اللي بدي اياها انا. بس بالنتيجه انه بدك كمان تدرسي هالموضوع هذا، بده خبره. تمام، خبرنا اكثر عن الاكسسوارات والزينه يلي بيعطوا رونق وجماليه كثير كبيره للقطع اليوم. طبعا الاكسسوار هو اللي بيعطي رونق للقماش. يعني في قمايش بدك تضيفي لها شيء، دائما في قطعه انا بعمل لها فينيشينج بس بدي اقعد هيك بدي اضيف لها شيء من عندي، اجتهد علي حتى تعطي الطله اللي بدي اياها. صحيح. في النهايه ففي اكسسوارات كثير مكلفه يعني كثير بتعطي طله حلوه، فصرنا نعتمد على عندك الريش هالسنه. الريش النعام هذا سعره معقول بس عم بيعطي كثير دارج هالسنه، عم نضيفه على فساتين السوار كثير عم بيعطي جماليه ورونق للقطعه. صحيح. طيب خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل السيدات يلي حابين عندهم مناسبه معينه او حابين يشتروا قطعه جديده. بنصحهم يعني يقتنوا القطعه اللي بتناسبهم لهم، يعني بحيث يكونوا هن مقتنعين فيها كنوعية ككواليتي كقماش، يعني يقتنوا ما انه لبسه وبعدين ما بقى بنستفيد منه. يعني في قمايش مثلا نحن ما بنستصيغها بدنا نشتغل فيها، في قمايش كثير نحن بنشجع الصبايا والستات لحتى يقتنوها ويشتغلوا فيها. تمام. يمكن من اكثر الشغلات المهمه اليوم التسويق، تسوق للشيء اللي عم تعرضه انت اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. التسويق هو طبعا موضوع التواصل الاجتماعي، مشان ما ينظلم يعني مصمم الازياء، اليوم في عديد من مصممي الازياء، لكن التسويق هو بيلعب يمكن دور اكثر لحتى نتعرف على الشيء اللي عم يعرضه. هو التسويق كثير مهم على طريق التواصل الاجتماعي، كثير بيفيد يعني، والاكثر هو المناسبه هو بيفيد. صحيح. المناسبه اللي احنا بنشتغل فيها، حضور الصبيه او الست بالمناسبه نفسها هو هذا اكبر تسويق لنا.
نشتغل قطعة كتير مميزة وكتير نالت اعجاب وعطت رونق حلو واخذت صدى حلو كتير، هذا اكبر تسويق بالنسبة لنا. طبعا موضوع التواصل الاجتماعي كتير بفيد بهالموضوع، وقت تشوف العالم النتيجة هي وقت تشوف العارضة لابسة القطعة ويعني عطي رونق حلو، فكتير بنلاقي استحسان عند الناس وبتعطونا اعجاباتهم فيها. كيف بتشوف اليوم واقع المصممين الازياء السوريين اليوم؟ قدروا ينافسوا يتركوا بصمه ولا لا بتحس انه هم عم يعانوا من بعض الصعوبات بعدهم؟ طبعا صعوبات كثير كبيره عم تجابه هنا، مثل ما قلت لك يعني موضوع الماده يعني هذا كثير عم بياثر علينا نحن، فعم نتعب لحتى نقدر نعطي النتيجه اللي بدنا اياها، لحتى نختار الاقمشه، نختار المواد، الاكسسوارات اللي بتناسب الديزاين اللي بنشتغله، هذا كثير متعب بالنسبه لنا حتى نقدر نوصل لنتيجه ترضي الصبيه او الست اللي نتعامل معها لحتى تكون رضيانه كماده وكنتيجه يعني، فهذا كثير بده شغل. الاماكن اليوم او الهيئات اللي عم تطلع مثلا خريجين جداد او اشخاص بيدرسوا او عندهم موهبه بموضوع تصميم الازياء برايك كافيه ولا لا الموضوع بده؟ لا لا في شح، في شح في الكوادر، في كثير شح، لانه مهنه مثل ما قلت لك المهنه ما بتولد بيوم وليله، وانه واحد الوصول للقمه سهل بس المثابره على المستوى هذا الصعب. صحيح. فهذا كثير بده تعب، بده سنين يعني اكثر يعني حتى توصل الى هذا الاكسبيرينس اللي بدك توصلي له، هذا كثير بده وقت يعني حتى يكون الثقه قويه كثير بين المصمم وبين الصبية أو الست، يعني هذا بده فترة تعامل قوية كتير حتى توصل للنتيجة هاي. تمام. خلينا نحكي اليوم يعني منشوف بالأسواق في دمج كتير كبير للألوان الغريبة، الألوان الفاقعة، منشوف الفوشي مع البرتقالي، منشوف الفوشي مع الأحمر، هل هذا الشيء محبب فعلا أم ما بيطلع حسب يعني كل صبية؟ يعني مثل ما قلت لك هاي الألوان هاي أو هو دارج يعني هو هذا دارج هالسنة ألوان الرينبو يعني كتير هلا مطلوبة، بس مثل ما قلت لك يعني العالم صار تستوحي الألوان بالطبيعة. يعني نحن ناقصنا فرح، فبتحس الناس بدي يعوضوا عن يعني بدهم الفرح عن طريق الديزاينات. ما عاد في بساطه يمكن بالملابس، صار في جرأة اكثر، صار في جرأة اكثر كثير، وهذا الشيء حلو كثير. انا بشجع دائما على هالشيء، انه انا ما تكون الصبيه او الست هيك انه مقيده بشيء بنظام معين، حتى بالحياه العمليه بالشغل كذا صار في جرأة اكثر باللبس، فانا هذا كثير شيء بشجع عليه وبحبه كثير يعني عند الصبيه او الست، لانه هذا كثير بيعطي طلة حلوة. طيب خلينا نقدم هيك بما نختم مع حضرتك نصيحة لكل المصممين الجداد الشباب يلي بعدهم عم يبدأوا أول خطواتهم. بنصحهم إنه يواكبوا، دائما يواكبوا، هي المواكبة دائما بتعطي خبرة، وبنصحهم دائما يعني إنه الرسم، هو الرسم أكثر شيء بيعطي الخبرة بالشغل، فبنصحهم الرسم، يجسدوا الفكرة بالرسم قبل بعدين ينفذوا. يعني التنفيذ هو الصعب، والرسم كمان صعب، فحتى توصل لنتيجه بدك دراسه كذا مرحله، يعني مو انه القطعه بتخلص بتمرق عده مراحل، يعني اول شيء بتبتدي بالرسم بعدين التنفيذ، فالتنفيذ ففي كثير صعوبات، يعني هي بدها كثير شغل وبدها تعب. بنشوف مصممين اليوم بيعرفوا يرسموا بس ما بيعرفوا ينفذوا، وفي هاي اشخاص بيعرفوا الاثنين. هي هون بقى الاكسبيرينس بيجي، يعني هون الخبره بتجي، فهون فرابط الافكار مع بعضها بتجي، فهذا كله بده شغل مواكبه يعني اول مره بجوز يفشل واحد، بعدين بعيد التجربه مره ثانيه بجوز يطلع له خطا ابسط ممكن يتداركه، فكتير هذا هو على المدى البعيد على مدار السنين كتير بيعطي خبرة للشخص لحتى أكيد يصير مصمم ناجح وينجح بعمله. أكيد. بالنهاية بدنا نشكرك كتير ونتمنى لك كل التوفيق مصمم الأزياء عبود إبراهيم آغا. شكرا لك. خلينا إياكم، تسلموا كتير، وشكرا لقناة الأخبارية لأنه أنتم سلطتوا الضوء على مهنة كتير سامية. أكيد. مهنة تصميم الأزياء، وموفقين بكل أعمالكم يا رب. شكرا لك. شكرا لك فيك وكل التوفيق لك. شكرا كتير لكم. هيدي وصلنا لختام صباحنا غير، بدي اتمنى لك بقى نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب بقيه هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والرزق اللي كثير والبحبوحه، والسوريين من ما كانوا يكونوا دائما بالف الف خير. اكيد بقيه نهار حلو لك ونهار حلو لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه. اكيد شكرا كثير لكم لكل حدا تابعنا ولكل كادر صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت بفقرات جديده وضيوف جداد، ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير. Bye-bye.